الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. شخص مريض زاره الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فدعا له دعاء غريبا. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له: أنساك الله العافية ولا أنساك الشكر عليها. شكل الدعاء ليس دعاء حسنا للشخص، بل دعاء بشكله البدوي الظاهري، يعني الذي لا يعرف المضمون يرى هذا الدعاء دعاء غير حسن. أنساك الله العافية ولا أنساك الشكر عليها. فسئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذا الدعاء، ما المقصود من هذه العبارة، من هذا الدعاء، شنو معنى الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن العافية نعمة إذا فقدت ذكرت، وإذا وجدت نسيت. فقلت له: أنساك الله العافية بحصولها، ولا أنساك الشكر عليها لتدوم له. أنساك الله العافية يعني دائما تكون هاي العافية لك حتى تنساها، ولا أنساك الشكر عليها لتدوم هذه النعمة للشخص. بالشكر تدوم النعم. العافية
أساسا كلمة العافية في اللغة تعني الترك أو المحو، ولعله على الأقل في بعض الاستعمالات هو المعنى الثاني المحو. عفى الله عن ذنبه يعني ماذا؟ يعني محى ذنبه، اعتبر هذا الذنب كأنه غير موجود. لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقى آثارا. عفت يعني ماذا؟ يعني محت. أهل الشقى الأشقياء محوا آثار القبور الزواكي في البقيع المشرف. عفت يعني محت. العفو والعافية من العفو بمعنى المحو. العافية تسمى عافية لأنها محو للأمراض، محو للأعراض، محو للأسواق، فتسمى عافية. هذه الكلمة العافية كلمة يبحث عن وجودها كل البشر بلا استثناء، حتى المجانين يبحثون عن هذه الكلمة، حتى الأطفال الصغار يبحثون عن هذه الكلمة. العافية شيء يطلبها كل البشر. لو كانت تباع وتشترى بالمال لبلغت العافية أثمن شيء في الدنيا. العافية نصنفها نحن بعافية الجسم، عافية النفس، عافية الروح، عافية الفكر. كل واحدة من هذه الأمور لها أسبابها. عافية الجسم تتحقق بشيء غير ما يحقق عافية النفس. يقال عافية الجسم بين قوسين طبعا أسس أسبابها خمسة: النوم، الجهد أو ما يسمى بالرياضة، الأكل، الشرب، الاستنشاق، هواء نظيف، طعام نظيف، ماء نقي، نوم مريح، والجهد، العمل أو الرياضة. هذه أسباب يعني أو أهم أو من أهم أسباب تحقيق العافية في الجسم. أسباب تحقيق العافية في النفس، في النفس شيء آخر. العافية في الروح هذه أصلا غامضة، أصلا لا نعرف معناها، لأننا أساسا لا نفهم معنى الروح. هذه الروح التي هي في جسم الإنسان، هذه الروح أساسا هي غامضة، أصلا لا نفهم يعني ماذا الروح. حتى القرآن الكريم ما فسر الروح. قل الروح من أمر ربي، شيء غامض لا تعرفون. فأساسا الروح هي غامضة، فكيف نعرف ما هي العافية في الروح؟ طبعا العافية في الروح غامضة. نعم العافية في الأمور الروحية أو الروحانية هذا شيء مفهوم، أما عافية الروح هذه الروح أصلا لا نفهمها. نعم توجد روح فيها عافية، توجد روح فيها مرض، ولكن هذه الروح المريضة كيف تكون لا نفهم أصلا. هذه تقسيمات للعافية، ولكن التقسيم الديني في النصوص الدينية الشريفة للعافية تقسيم ثاني، أقسام. إذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل عن العافية بالمفهوم الديني
اقرأوا دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في طلب العافية، إحدى أدعية الصحيفة السجادية، دعاء مشهور. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وألبسني عافيتك، وجللني عافيتك، وحصني بعافيتك، وأكرمني بعافيتك. دعاء رائع جدا، لعله أكثر حديث تفصيلا عن العافية هو هذا الحديث الشريف، هذا الدعاء الشريف. جدا راقي، جدا جدا راقي، وكل أدعية الصحيفة السجادية راقية. تقسيمة النصوص الدينية للعافية تقسيمة مختلفة، تقسيمة أدق، أشمل، أفضل. لعلنا نتمكن أن نختصر، طبعا الشيء أكثر من هذا، أن نختصر العافية في ثلاثة أقسام: عافية الدين، عافية الدنيا، عافية الآخرة. عافية الدنيا شاملة لعافية الجسم، لعافية النفس، لعافية الفكر في الدنيا، شاملة للعافية الاقتصادية، شاملة للعافية السياسية، شاملة للعافية العرضية. كل هذه الموارد من إذا اجتمعت صارت عافية الدنيا. عافية الدنيا شامل أو شاملة. عافية الآخرة، الآخرة تبدأ من متى؟ الآخرة تطلق من بعد الموت، وقد تطلق على القيامة فقط وما بعد القيامة. طبعا هذه العافية هي الأساس. لعل الحديث، لعله المضمون عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كل بلاء، هالمضمون تقريبا، كل بلاء دون النار عافية. البلاء مهما كان، لو هذا البلاء ما أدخلك إلى نار جهنم أنت في عافية، العافية الحقيقية النهائية. الذي يعتق من النار هذا عند العافية، عند تلك العافية طبعا. عافية الآخر هي الأساس. عندنا شيء آخر، عافية الدين. عافية الدين تجتمع في بعض الموارد مع عافية الآخرة، وتفترق في بعض الموارد مع عن عافية الآخرة. عافية الدين غير عافية الآخرة. عافية الآخرة شخص من الممكن أن تكون له عافية في الآخر، يعني يدخل الجنة، ولكن كانت عنده انحرافات وفرت له، ممكن. الذي عنده انحراف عملي ويغفر له هذا الانحراف، هذا الشخص ما كانت عنده عافية في الدين، عافية كاملة، ولكنه عنده عافية في الآخرة، يدخل الجنة بالشفاعة. الذي كان منحرفا وهو جاهل قاصر، ما كان يعرف، عقله ضعيف، ما بلغه الحق، هذا عافية الدين ما عنده، انحراف عنده، ولكن قد يمتحن في الآخر امتحانا ثانيا وينجح في ذلك الامتحان ويدخل الجنة. الجاهل القاصر قد يمتحن امتحانا ثانيا في يوم القيامة، هذا عافية الدين ما كانت عنده، ولكن عافية الآخر عنده. عافية الدين شيء ثاني، شيء آخر غير عافية الآخرة. عافية الدين يعني عافية في العقيدة، وهي الأساس طبعا، عقيدة عدلة، عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة. عافية في العمل في بعده الديني، عافية في الفكر في بعده الديني. بعض الناس، بعض المؤمنين، بعض الطيبين عنده عافية في العقيدة، عقيدته صحيحة راقية، عنده إجمالا عافية في العمل، عموما
يؤدي واجباته يترك المحرمات بصورة عامة، ولكن يعاني من يعاني من مشكلة في الفكر في بعده الديني. كنموذج والنماذج عديدة، تقييم الإنسان للشيء أحيانا يختل. مثاله المادي الدنيوي، لاحظوا شخص يذهب يشتري بسكوت فرضا أو قطعة شوكولاتة فرضا بمئة فلس، هذه قيمتها، قطعة شوكولاتة عادية قيمتها مئة فلس. نفس هذا الشخص يذهب إلى معرض سيارات يشتري سيارة فخمة راقية بمواصفات عالية جدا، يشتريها بمئة ألف دينار، يعني مليون ضعف الشوكولاتة. مئة فلس عن مئة ألف دينار، هذا مليون ضعف. هذا الشخص في بعده المادي بالتحديد في بعده المالي إنسان متوازن، تقييمه تقييم صحيح، قطعة الشوكولاتة قيمتها مئة فلس، هذه السيارة قيمتها مئة ألف دينار، في التقييم ما عنده مشكلة، في بعده المادي المالي بالتحديد ما عنده مشكلة، تقييمه صحيح ماديا. إذا شخص دفع في مقابل تلك القطعة الصغيرة من الشوكولاتة العادية دفع دينار واحد، تقييمه مختل. إذا دفع عشر دنانير تقييمه مختل جدا. إذا دفع مئة دينار تقييمه جدا جدا مختل. إذا دفع مئة ألف دينار هذا أصلا في عقله خلل، قيمة هذه القطعة مئة فلس. إذا طلب تلك السيارة التي تسوى مئة ألف دينار طلبها بعشرة آلاف دينار، نقول تقييمك غير صحيح، هذه السيارة قيمتها أكثر من عشرة آلاف. أحيانا لا أتحدث عن الكفار عن المنحرفين، لا أتحدث عن المؤمنين، أحيانا تقييم الإنسان المؤمن يختل. الذي يهتم بالدنيا اهتماما كبيرا تقييمه مختل. هذا الشخص هذا يدفع للشوكولاتة الصغيرة العادية مئة دينار ألف دينار، الدنيا لا تسوى هذا الاهتمام. أنا لا أقول الإنسان يترك الدنيا، حتى الأنبياء حتى الأوصياء كانوا يأخذون من الدنيا بمقدار ضرورتك من الدنيا، هذا شيء طبيعي جدا، بمقدار ما تأخذ من الدنيا لأجل الآخرة هذا عمل حسن جدا جدا حسن. أصلا عملنا في الدنيا هذا، وجودنا في الدنيا لنأخذ من الدنيا لآخرتنا، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. أصلا الوجود للإنسان في هذه الدنيا بسبب هذا الشيء، أن يأخذ من الدنيا للآخرة، هذا شيء صحيح. أما الاهتمام بالدنيا للدنيا وبنفس النسبة غفلة عن الآخرة، هناك معادلة دقيقة جدا، كم تأخذ من الدنيا للدنيا بنفس هذه النسبة ستقصر في أخذك من الآخرة، هذا معادلة طبيعية جدا. لا يمكن أن يقول شخص أنا أخذت من الدنيا للدنيا وحافظت على كل حصتي في الآخرة، لا يمكن، لا يمكن أصلا. عمرك محدود، اهتماماتك محدودة، عندما تجعل شيء من هذا العمر من هذه الاهتمامات من هذه الجهود في هذا الجانب الذي لا يسوى بنفس النسبة ستقصر عن ذاك الجانب الذي يسوى. المشكلة أين؟ مشكلة هذا الشخص مشكلته في عقيدته؟ لا، إجمالا عقيدته صحيح، مشكلته في عمله إجمالا صحيح، مشكلته في فكره، التقييم غير دقيق غير صحيح، لا يدرك أن هذا الشيء لا يسوى، الدنيا شوكولاته
لا تسوى كثيرا. هذا الذي لأجل الدنيا يصارع هذا وذاك، لأجل الدنيا للدنيا يتصارع مع هذا مع هذا وذاك، هذا عنده خلل في الفكر. هذا الذي يترك الأمور الهامة عنده خلل في الفكر. تصل القضايا إلى قضايا شخصية دنيوية محضة لا ارتباط لها نهائيا بالآخرة. الشخص ينثار، يذهب، يأتي، يتعب. تصل إلى قضايا خدمة سيد الشهداء، خدمة أهل البيت، إلى القضايا الدينية، إلى ما يرتبط بأهل البيت عادي. انتهاك للشعار الحسيني عادي. المشكلة أين؟ مشكلة في الفكر. تقييم مختل. المؤمن الراقي تقييمه صحيح، عنده عافية في الفكر، فكره متوازن، يتمتع في الدنيا جيد عادي لا بأس، لا لأجل الدنيا، بمقدار الحاجة الضرورية طبيعي، الباقي للآخرة صحيح. المؤمنون كثير منهم كانت عندهم ثروات كبيرة، مشكلة عادي لا بأس، خلص المؤمنين يتزوج، يتمتع في هذه الدنيا، يذهب إلى النزهة، كل شيء عادي طبيعي، ولكن الفكر ليس متعلقا بهذه الدنيا. أظهر مصداق، أظهر مثال، أوضح نموذج، قمة النماذج، أصلا ليس أوضح نموذج، قمة النماذج هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القضية كانت تصل إلى الدنيا، أصلا لا يهتمون مهما كانت القضية. حقي في الدنيا، مالي، لا أكثر من هذه الأشياء كلها. الحكم، تعلمون أكبر لذة في الدنيا الحكم. الناس لأجل الحكم يتركون كل لذات الدنيا. الحكام عادة مصابون بأمراض بسبب الحكم، دائما خائف، يعني أمن ما عنده، خوف عنده، مرض عنده، مشاكل عنده، يسب، يهان، كل هذا سهل أمام الحكم. الحكم لذة كبيرة جدا، هذه اللذة الكبرى في الدنيا، هذا الشيء الذي أهل الدنيا يبحثون عنه أول ما يبحثون عنه إذا تمكنوا منه. هذا عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كعفطة عنس، هذه اللذة الكبرى، أكبر شيء في الدنيا. لألفيتم دنياكم، كل الدنيا لألفيكم، لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، كورقة في فم جرادة تقضمها، في نص آخر، ورقة في فم جرادة، هذه الدنيا أقل قيمة عند أمير المؤمنين. هذا الحكم أقل قيمة عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من حذاء لا قيمة له، أجلكم الله، لا حذاء عادي، حذاء لا يشترى بدرهم واحد. ولكن القضية تصل إلى الآخرة، تصل إلى الله، تصل إلى دين الله، إلى رضا الله، ترى أمير المؤمنين ذاك البطل العظيم، ترى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضحي بكل ما يملك، يضحي بزوجته، يضحي بابنه، يضحي بروحه، سيد الشهداء يضحي بكل ما يملك آخر رضا الله. قضية واحدة من بعدين
تعامل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان يختلف. قضية واحدة لا في قضيتين، قضية فدك كمثال. هذه القضية عندما كان عنوانها عنوان دنيوي أبدا أهل البيت استصغروا بفدك. قبل أن يوصف فدك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ماذا كانوا يصنعون؟ خراج وارد فدك في بعض السنوات 70,000 دينار ذهب، يعني ملايين الدولارات اليوم. كانوا يبقون 3 أيام بلا لقمة واحدة من الطعام، حتى لقمة واحدة ما عندهم، وفدك في أيديهم. فدك ما هي قيمة أرض فدك؟ لا تسوى شيئا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العنوان تغير، صارت أرض فدك منطلقا لفضح أعداء الله. ترى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه يناظرهم، الصديقة الكبرى سلام الله عليها ذهبت مرة ومرتين وثلاث مرات، تأكيد أكيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة تهديد في قضية فدك. يا أخي تعامل بشدة بحماس، نفس الأرض من نفس الشخص، هو أمير المؤمنين سابقا كان هكذا يتعامل مع فدك. عندما صارت أرض فدك ترتبط برضا الله سبحانه وتعالى، لا شيء ثاني. بعد ذلك عندما هذا العنوان أزيل خلاص، أرض فدك تبدلت إلى أرض زراعية لها قيمة مادية، أيضا أمير المؤمنين تركها في أيام حكمه الظاهري، أخذها، ما أخذ ثمرة واحدة من أرض فدك. لاحظ الاستصغار، استصغار لأرض فدك. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. ما قيمة فدك أصلا عند أمير المؤمنين؟ نفس الأرض قبل أن تكون منطلقا لرضا الله عز وجل لا قيمة لها، بعد أن كانت منطلقا لرضا الله بعد ذلك عندما فقدت هذا العنوان أيضا لا قيمة لها. هذه لا تسوى أساسا، الدنيا كلها لا تسوى، لا أرض فدك، كل الدنيا لا تسوى شيئا عند أمير المؤمنين. نظرة صحيحة، عافية طبعا في مستوى جدا جدا عالي، عافية في الفكر. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف مقطع من حديث 400 للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول إخواني، هذه الأحاديث إن فهمناها تصحح الفكر، يعني تعطينا عافية في الفكر. مشكلة البشر، أكبر مشكلة في البشر، أكبر مشكلة للبشر هي مشكلته في التقييم. أكبر مشكلة للبشر لاهية قلوبهم، المشكلة قلبه لاهي، مشغول بهذا الشيء الذي لا يسوى، هذه المشكلة أكبر مشكلة للبشر. مشغول يعني ماذا؟ يعني فكره يعني لا يفهم، يعني لا يلتفت. يقول المولى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف، وارغبوا في مقطع منه، وارغبوا فيما عند الله عز وجل، نصائح للمؤمنين لأصحابه ولكل المؤمنين، وارغبوا فيما عند الله عز وجل، واطلبوا طاعته، اطلبوا طاعته، ابحث أن تكون مطيعا. كيف تكون مطيعا؟ ابحث، اطلب، واصبروا عليها. عندما أقول أحيانا عافية الآخر موجودة، ولكن هناك مشكلة في العافية الدينية، في العافية الفكرية، نعم. فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر،
ما يخالف لا بأس تدخل الجنة إن شاء الله. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشفعون لك، ولكن دخلت الجنة مهتوك الستر، سترك هوتك، فضيحة صارت لك أمام الأشهاد، شخص مذنب يفتضح يوم القيامة، وشفاعة أهل البيت إن شاء الله تشمله وإن شاء الله يدخل الجنة، ولكن هوتك ستره، هذا قبيح بالمؤمن. هوتك ستره على ماذا؟ على هذه الدنيا، هذا ليس قبيحا؟ فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أخي قليلا نفكر في أهل البيت، قليلا على الأقل، لا أقول نفكر في أهل البيت كثيرا، نفكر في أهل البيت قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة، لا تتعبونا. أهل البيت يشفعون يشفعون، أهل البيت كرماء كرماء، أنت لا تتعب أهل البيت، لا تتعبهم. أهل البيت يتعبون من الشفاعة، الشفاعة مفتوحة على مصراعيها لأهل البيت. في تعب؟ نعم في تعب، على رؤوس الأشهاد الناس ينظرون إلي ولأمثالي، أنا أسمي نفسي تابع لأهل البيت، أسمي نفسي من شيعة أهل البيت، والإنسان يرتكب ذنب، هذا ليس تعبا لأهل البيت؟ الإنسان يحب، أي إنسان يحب أن يكون أتباعه ناس راقين، أمير المؤمنين أيضا يحب أن يكون أتباعه راقين، راقين عند الله، مطيعين لله، ليس مهما الناس ماذا يقولون، أما عند الله يكون راقيا. الإمام أمير المؤمنين يريد أن يكون شيعته مثل سلمان، لا لا أقول مثل سلمان، سلمان جدا راقي، على الأقل لا يكون عاصيا. أتنزل حتى لو كان عاصيا، لا تفتح الباب للعصيان، البعض عادي جدا في اليوم 20 مرة يعصي، لا بأس، قل صدر خطأ، هذه المعصية صدرت خطأ، مرة مرتين 10 مرات 20 مرة 100 مرة، في كل يوم 10 مرات، في كل مرة يوم 20 مرة، يعني عادي، يعني غير مهتم، على الأقل لا نكون هكذا. لا تعنونا، في بعض النسخ لا تعيونا، يعني لا تتعبونا، والتعب من هذه الجهة، لا من جهة أنه ليست لهم شفاعة، الشفاعة المطلقة، الأنبياء، الأنبياء يطلبون شفاعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. شفاعة مفتوحة كليا لأهل البيت، ولكن كون بمستوى عالي، لا تعيونا أو لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدمتم. ثم قال عليه السلام: لا تفضحوا أنفسكم عند عدوكم في القيامة، خل يوم القيامة كل شيء يتضح، ولا تكذبوا أنفسكم عندهم. أنت في الدنيا كنت تقول أنا من شيعة علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنا من أتباع رسول الله، من أتباع أهل البيت، وطلعت كذبك، في الدنيا ما عرفوا، في الآخرة سيعرفون، نعم سيعرفون. ولا تكذبوا أنفسكم عندهم، عند أعدائكم، في منزلتكم عند الله. بماذا؟ واحد يصبح كاذبا على رؤوس الأشهاد لشيء يسوى، بالحقير من الدنيا، هذا الشخص يصبح كاذبا لأجل شيء تافه في الدنيا يسوى؟ ولا تكذبوا أنفسكم عندهم، عند أعدائكم، في منزلتكم عند الله، بالحقير من الدنيا. تمسكوا بما أمركم الله به، فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره، أن يحضره رسول الله، رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد،
رسول الله، أما المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، أو رسول الله يعني ملك الموت، لأنه أيضا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. رسول الله يحضر، أمير المؤمنين يحضر عند المؤمن طبعا. يمكن المقصود أنه يحضره رسول الله يعني عند الموت، أو يحضره رسول الله يعني الرسول الذي مرسل من قبل الله عز وجل وهو ملك الموت. البعض هكذا فسروا. بينك وبين تلك الغبطة العظيمة، ذلك الشيء الذي تحب أن تراه، أن يحضر رسول الله ملك الموت أو يحضر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وما عند الله خير وأبقى، وتأتيه البشارة من الله عز وجل فتقر عينه. تصل شوي، أصبر صبر، تحمل قليل. لا يكون الإنسان فكره مريضا، فكر الإنسان يلزم أن يكون في عافية، عافية الدين. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة، في مقطع منه، يقول: إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي. الأهم أنت إلهي لا تغضب علي، هذه المشكلة لا تحصل لي ليحصل لي ما يحصل في الدنيا. طبعا ثم قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي. نعم، أنا لا أطلب المرض في الدنيا، أنا لا أطلب التعب في الدنيا، هذا شيء غير صحيح. الإنسان يطلب أمراض في الدنيا، يطلب عدم آمن في الدنيا، يطلب، لا، أطلب العافية الدنيوية أيضا أطلبها، ولكن بشرط أن لا يكون هناك غضب من الله عز وجل علي. المهم إلهي أنت لا تغضب علي، هذا كان موجود عندي، أنت كنت راضيا عني، أطلب العافية الدنيوية أيضا، العافية أوسع لي. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم إنا نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، عافية الجسم والنفس والروح، والشكر على العافية. اللهم بمحمد وآل محمد عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.